سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش، انا اسفه. على السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يا ابو؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هاجيلك والله العظيم هاجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكر. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. تسحر. ومضي عينك. افتحي. يا لهوي، بتعملي الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ذهب. ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزيت ده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب مفيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا، انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ خمس ست اطقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي.
أنا عايزك مبسوطة بس يا زينة. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوة دي أبدا. بقولك إيه؟ أنا أروح أشويلك دينيساية. ماشي، طب والهريسة؟ الهريسة نحل بيها بعد الدينيساية بقى. طب وبعد الهريسة؟ هي دي عايزة كلام. هنقيل شوية. نقيل؟ حصرين على المطبخ يا وزة. يا لهوي. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجالة جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا همسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز اشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا ازاي؟ في الواد ضايع. يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم ونس؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص طيب. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمة الكباريه يا ماما، هخليكي نجمة الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنة، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة. انما انت شربات، دمك خفيف، لونة، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجة. خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجه. ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مره ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك
وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مش هرفعنا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه ولا يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي مال بيربي سحالف وتعابين، مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. البت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستاذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان. ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها. ما تخليهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزة معاه. مالك يا بنت؟ متنحة كده ليه؟ انت فاهمة اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكالك مني في حاجة؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمة من ربنا، هدية، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحة جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودلوقتي 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتهرب. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من رفقتك عسليه. هو النبي هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود، انا مسخره. انت فين يا وزة؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟
تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. خلف بيا محروس، عايز ايه؟ محروس الحقني يا اخويا، انا اخوك الحقني. يا محروس يا محروس الحقني الحقني يا اخويا. يا محروس فيها صلاح الحقني. ام صباح، ام صباح وقعت من طولها. الحقني تعال. وقعت ايه؟ الحقني وقعت دلوقتي. ايوه يا ساتر. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يلطف يا حاجه، ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه. يعني ايه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل. وما اخبيش عليك، لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. كريم خلاص، ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا الو فضل. ماشي الاسعاف. الحقني. بقول لك لحضرتك ايه، بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقوني، عايزين ننقلها اقرب يا صلاح. استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ايه على ما تيجي؟ قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني، احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه، انا هتصل بيه دلوقتي اخليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس. بسرعه. يلا واحد الله خير. نعم الله خير خير. طف يا رب. ايوه يا عبد العزيز، اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا اللي ليا في الدنيا. لينا جهزيها يا بنتي، جهزيها. واحد الله يخليك. لا لا صلاح صلاح، امسك نفسك صلاح. عارف استقبلنا شويه. وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون، سد البلاعة دي. جوزك بعبة لسانه هو اللي قال لحضرك هنا. انت كلمت علي؟ هو كلمته وهخليك تكلميه. اطلبني علي يا راشد. اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكرة هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده أنسي، صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده إيه؟ أنا مروحة بيتي يا خور. خدي هنا. أخد هنا إيه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل أول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل. ما أنت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت. جالي امبارح يا أخويا وطردت. وقال لي إنه هيدفع لي بدل الطاقة 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. الصباح ربح يا شيخ.
هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معايا. يا عم صلاح. لا ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر زينب، بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح، على مهلك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده يا رجاله. على مهلك وعليها، على مهلك. افتح الباب. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعموده الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت ايه ده ارجوك؟ يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه، عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليكم. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن دكتور قولي في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقول عليا حاجه؟ اعرف ان المستشفى بيتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، انما مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. رغم اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك الرد فيه. استغفر الله العظيم. محبوس فين كل ده؟ احسن انت يا ستي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست، ولا انت واخده على البلد ولا ايه؟ اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد اذن معاليك مزنوقين في مكالمه لاخويا علي. معلش البركه فيك. المشكله كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانه يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. تسلم لي، مع الف سلامه. مع السلامه. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون؟ بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون؟ اصيله ده انت اجدع مرة في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني، خطفني ووداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفة ليه؟ عشان انت ست واطية وما صمتيش العشرة. انت قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطية. عارفة يا فتون؟ لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلم من عند قلت صح؟ اسمعي يا فتون،
كتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانة. هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد. اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما شو في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما يرئيها يعني. صدق الله العظيم العظيم. عايزه كده؟ يعني اذا كنت عايزه كده ده يبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محضر لك شويه صدري ويسر لي شويه اكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله. والحمد لله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته. اصل لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباح هتخف؟ كنت عايش انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عيني، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس، وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها.